في صندوق العجائب. هذه هي الحلقة الرابعة عن الخمر في الإسلام. رأينا في الحلقة السابقة كيف حاول بعض المسلمين التشكيك في تحريم الخمر، إما بحجة أن القرآن لم يستعمل فعل حرمة أو بالتفريق بين أنواع الخمر، محرمين شرب الخمر المصنوع من العنب ومحللين الخمر المصنوع من مواد أخرى مثل الشعير إذا لم يوصل للسكر، معتمدين في ذلك على رأي الإمام أبو حنيفة. نعم أخي، هذا بث مباشر لمن يطلب الأمر. في هذه الحلقة الأخيرة سوف نرى إن كان النبي محمد وأصحابه شربوا الخمر. نبدأ بالنبي محمد والخمر. نجد في أقوال النبي محمد عن الخمر مواقف متباينة، فهناك أحاديث منددة بشرب الخمر. نذكر منها: إذا شربوا الخمر فاجلدوهم، ثم إن شربوا فاجلدوهم، ثم إن شربوا فاجلدوهم، ثم إن شربوا فاقتلوهم. ويقول أيضا: لا يشرب الخمر رجل من أمتي فيقبل الله منه صلاة 40 يوما. المعذرة: كل مسكر خمر وكل مسكر حرام، ومن شرب الخمر في الدنيا فمات وهو يدمنها لم يشربها في الآخرة. ما أسكر قليله كثيره فقليله حرام. ولكن من جهة أخرى يقول: إذا دخل أحدكم على أخيه المسلم فأطعمه طعاما فليأكل طعامه ولا يسأل عنه، وإن سقاه شرابا فلا يشرب من شرابه ولا يسأل عنه. وهناك دلائل على أن النبي محمد شرب الخمر قبل وبعد تحريمه. نشير أولا أن الخمر لعب دورا مهما في بداية رسالة النبي محمد، فتذكر المصادر الإسلامية أن خديجة أرسلت إلى النبي تدعوه إلى نفسها، تعني التزويج، فدعت أباها فسقته خمرا حتى ثملة، ونحرت بقرة وخلقته بخلوق وألبسته حلة، ثم أرسلت إلى رسول الله في عمومته فدخلوا عليه فزوجه، فلما صحى يعني والدها قال: ما هذا العقير وما هذا العبير وما هذا الحبير؟ قالت: زوجتني محمد بن عبد الله. قال: ما فعلت؟ أنا أفعل هذا وقد خطب أكابر قريش فلم أفعل. يعني هي أسكرت والدها حتى تقنع أنه يزوجها بمحمد. وروي في السنن أن النبي كان ينبذ له في سقاء، فإذا لم يجد سقاء نبذ له في طور من حجارة، وهو إناء صغير يشرب فيه ويتوضأ منه. وعن ابن حزن الكشيري قال: لقيت عائشة فسألتها عن النبيذ، فدعت عائشة جارية حبشية فقالت: سل هذه،
فإنها كانت تنبذ لرسول الله. فقالت الحبشية: كنت أنبذ له في سقاء من الليل وأوكيه وأعلقه، فإذا أصبح شرب منه. نبذ يعني يحول عصير إلى نبيذ. قال رجل لابن عباس: ما بال أهل هذا البيت يسقون النبيذ وبنو عمهم يسقون اللبن والعسل والسويق، أبخل بهم أم حاجة؟ فقال ابن عباس: ما بنا من بخل ولا بنا من حاجة، ولكن دخل رسول الله على راحلته وخلفه أسامة بن زيد، فدعا رسول الله بشراب فأتي بنبيذ فشرب منه، ودفع فضله إلى أسامة بن زيد فشرب منه، ثم قال رسول الله: أحسنتم وأجملتم، كذلك فافعلوا. فنحن هكذا لا نريد أن نغير ما قاله رسول الله. وعن ابن عباس قال: كان رسول الله ينبذ له نبيذ الزبيب من الليل فيجعله في سقاء فيشربه يومه ذلك والغد وبعد الغد، فإذا كان من آخر الثالثة سقاه أو شربه، فإن أصبح منه شيء أهرقه. وعن أنس قال: كان الأم سليم قدح من عيدان، فقالت: سقيت فيه رسول الله كل الشراب، الماء والعسل واللبن والنبيذ. وعن جابر بن عبد الله قال: كنا مع رسول الله فاستسقى، فقال رجل: يا رسول الله، ألا نسقيك نبيذا؟ فقال: بلى. قال: فخرج الرجل يسعى فجاء بقدح فيه نبيذ، فقال رسول الله: ألا خمرته ولو تعرض عليه عودا؟ قال: فشرب. وعن عبد الله بن مسعود أن رسول الله قال: عندك طهور، يعني ماء لكي يتوضأ؟ قال: لا، إلا شيء من نبيذ في إداوة. قال: تمرة طيبة وماء طهور، فتوضأ. يعني النبي محمد توضأ بالنبيذ. هذا إذن عن ابن سعود أو عن عبد الله بن سعود. وتذكر المصادر الإسلامية أن النبي محمد شرب الخمر في آخر حجة له إلى مكة. فعن عبد الله بن مسعود أن النبي شرب في آخر حجة له إلى مكة من سقاية العباس، فوجده شديدا فقطب بين عينيه ودعا بدلو من ماء زمزم فصب عليه وقال: إذا كان هكذا فاكسروه بالماء. وفي الواقع هذا الحديث ينسخ الآيات التي تحرم الخمر لأنها أتت بعد تلك الآيات. هناك عدة أحاديث تروى في نفس المعنى تبين أن النبي محمد شرب الخمر في حجة الوداع. والآن ماذا عن الصحابة والخمر؟ يعني صحابة النبي. تذكر كتب التفسير والتراث أن الصحابة شربوا الخمر قبل وبعد التحريم. روي عن عبد الله بن عباس أنه قال: إن شرب أحدكم 9 أقداح فلم يسكر فهو حلال، وإن شرب العاشر فسكر فهو حرام. وذكر كاتب عقبة بن عامر: كان لنا جيران يشربون الخمر فنهيتهم فلم ينتهوا، فقلت لعقبة بن عامر:
إن جيراننا هؤلاء يشربون الخمر وإني نهيتهم فلم ينتهوا، فأنا داع لهم الشرطة، فقال دعهم. ثم رجعت إلى عقبة مرة أخرى فقلت إن جيراننا قد أبوا أن ينتهوا عن شرب الخمر وأنا داع لهم الشرطة، قال ويحك دعهم، فإني سمعت رسول الله من رأى عورة فسترها كان كمن أحيا موؤودا. وعن عسان بن مخارق قال بلغني أن رجلا سايرا عمر بن الخطاب في سفر وكان صائما، فلما أفطر أهوى إلى قربة لعمر معلقة فيها نبيذ فشرب منها فسكر، فضربه عمر الحد يعني 40 جلدة، فقال له إنما شربت من قربتك، فقال له عمر إنما جلدناك لسقرك، يعني هو جلده ليس لأنه شرب الخمر، لأنه هو عمر كان يشرب منها، لكن صاحبنا هذا شرب وسكر. وعن ابن مسعود أنه أتي برجل فقيل له هذا فلان تقطر لحيته خمرا، فقال إنا قد نهينا عن التجسس، ولكن إن يظهر لنا شيء نأخذ به. وأتى عمر قوما فأخرجوا إليه نبيذا حلوا، فقال أعندكم ما هو أشد من هذا؟ قالوا نعم، ولكن كرهنا أن نأتيك به. فأتوه به فكسره بالماء وشرب حتى روي، ثم أعطاه الذي عن يمينه. وصنع سعد بن أبي وقاص طعاما فدعا ناسا من أصحاب النبي فيهم رجال من الأنصار، فشوى لهم رأس بعير ثم دعاهم عليه، فلما أكلوا وشربوا من الخمر سكروا وأخذوا في الحديث، فتكلم سعد بشيء فغضب الأنصاري فرفع لحي البعير يعني فكه فكسر أنف سعد، فنزلت الآيات التي تحرم الخمر. وعن علي بن أبي طالب قال صنع لنا عبد الرحمن بن عوف طعاما فدعانا وسقانا من الخمر، فأخذت الخمر منا وحضرت الصلاة فقدموني فقرأت قل يا أيها الكافرون لا أعبدوا ما تعبدون ونحن نعبد ما تعبدون، يعني خربت الآية، فنزلت الآية التي تقول يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. في نهاية حلقاتي عن الخمر يمكن القول بأن هناك 3 مذاهب في شرب الخمر. الأول مذهب الاعتدال بحيث لا يصل المرء إلى حالة السكر، والثاني مذهب التحريم الذي يحرم كل خمر أسكر وصل إلى السكر أم لا، والمذهب الثالث مذهب السكر والإدمان. ومن يريد أن يعرف المزيد عن مذهب السكر والإدمان يمكن أن يرجع لكتابين تحت يدي أنصحكم بتحميلهما، وسأعطيكم الرابط تحت هذا الشريط. الأول للدكتور سليمان حريتاني الخمرة وظاهرة انتشار الحانات ومجالس الشراب في المجتمع الإسلامي، والثاني لعلي المقري
عنوانه الخمر والنبيذ في الإسلام. ونحن نرى أن تحريم الخمر قد أوقع المسلمين في مشكلة، فكل ما هو ممنوع مرغوب، فلم يساعد على تربية الفرد بحيث يسيطر على تصرفاته. وقد ذكر لي صديق هولندي أن الأمراء في السعودية عندهم قناني ويسكي مملوءة أو فارغة، فإذا ما فتحوا القنينة لا يقفوا عن الشرب حتى ينهوها. وكتب التراث مليئة بقصص الخلفاء الذين كانوا سباقون في كسر الحرام، فشربوا الخمر وسكروا وعربدوا، بينما يتم تطبيق حد الجلد على من يستطيعون أن يلقوا أيديهم عليهم. وكان أحرى بالإسلام تحليل الخمر وتحريم السكر والإدمان كما فعلت الديانتان اليهودية والمسيحية من قبله. تنتهي هنا حلقاتي عن الخمر، وسوف أبدأ بعد بعض أيام حلقات جديدة عن موانع الأكل عند اليهود والمسيحيين والمسلمين. نريد أن نعرف ماذا يأكل وماذا لا يأكل اليهود، ماذا يأكل وماذا لا يأكل المسيحيون، وماذا يأكل وماذا لا يأكل المسلمون، وهكذا يكون عندنا نظرة كاملة عن الأكل في الديانات الثلاث بعدما رأينا موضوع الخمر. لا تنسوا أن تشتركوا في قناتي وتدقوا على الجرس، وزعوا هذا الشريط واكتبوا تعليقاتكم، سوف أحاول الرد عليها بقدر الإمكان. أشكركم على انتباهكم. مع السلامة.